حياكم الله أخوان المشاهدين. اليوم راح نتحدث عن موضوع شوية بعيد عن البوكس أوفيس، بعيد عن ريفيو فيلم معين، ولكن أنا راح أتحدث عن موضوع هو أنا أعتبره جدا مهم في المرحلة القادمة، عن النجوم الثلاثة المتميزين، الخانات الثلاثة مثل ما يقولونهم في بوليوود: سلمان خان، عامر خان، وشاروخ خان. حديثي اليوم عن التعاون الثلاثي اللي حصل بين الخانات خلال الأربع سنوات، خلنا نقول الأخيرة، ترك علامة استفهام. يا ترى ليش تجمعوا مع بعض واتحدوا واتفقوا انهم هم يساعدون بعض في اوقات الصعبة والمنحة؟ متى بدت هذه الظاهرة، ظاهرة الحب، ظاهرة ان كل واحد يساعد الثاني في افلامه؟ بدت بعد ما تراجعت بعض الافلام لهؤلاء النجوم. وايضا لا ننسى ان السن العامل، السن يعني الواحد لما يوصل 55 56 57، ايضا يحتاج الى شويه نوع من الثقه من النجوم الاخرين. انا قاعد اتحدث عن ان كل نجم يساعد النجم الاخر في الظهور في فيلمه الخاص عن طريق انه يكون ضيف شرف، وهذا على أساس أنه أيضا يعطي باز، يكسب الجمهور، أنه يقولك واو شاروخ خان راح يظهر في فيلم سلمان خان، وسلمان خان راح يظهر في فيلم شاروخ خان. هذا التعاون، شفت التعاون الثلاثي، وشاروخ خان راح يظهر في لارسن شدة مع عامر خان. شاهدنا هذه الظاهرة خلال الأربع سنوات الأخيرة، ونحن نعرف شو الأسباب اللي بدت هذه الظاهرة. أنا ما راح أتحدث إن هؤلاء النجوم ضعاف، لا بالعكس، هؤلاء النجوم الثلاثة أنا أعتبرهم من أقوى نجوم في السينما الهندية، إذا نحن نستثني أميتاب باتشن، هم الأقوى في السينما الهندية، وتركوا بصمة كثيرة ولا زالوا متواجدين، وكل واحد عنده كاريزما وعنده ستايل معين في شباك التذاكر، أو على المستوى الفني، أو على المستوى الإبداع. ما أريد أقول مين المبدع، مين اللي قوي في شباك التذاكر، الناس كلها عارفة هذا الشيء، ولكن أنا أتحدث على موضوع التعاون الثلاثي. يا ترى سؤالي الآن، هل هذا التعاون الثلاثي الخاص قاعد يأثر على الأفلام، أو قاعد يأثر على الصناعة بشكل عام؟ لأن هناك أيضا صناع آخرين يحتاجون إلى هذا التعاون. اليوم لما الناس الكبار مثل سلمان خان وشاروخ خان وعامر خان هم يساعدون بعض، كل واحد يشيل الثاني عشان فيلمه يطلع فوق، ما بالك شو نقول للناس الآخرين؟ شو نقول للنجوم الصغار الآخرين، للمخرجين الآخرين، للأفلام ذو الميزانيات البسيطة؟ شو نقول عنهم؟ وبالتالي أنا من وجهة نظري أن هذا التعاون أشوفه، يعني نقدر نقول عنه أن التعاون غير صحي وغير إيجابي بصراحة. ليش؟ لأن الأيام أثبتت ذلك. وفي نفس اللحظة، أنا عندي وجهة نظر، في نفس اللحظة أن هذا التعاون بين الثلاثي الخانات أيضا يترك علامة استفهام وغيرة، وأيضا عداوة من الخصوم الآخرين. يقول لك والله هذين المسلمين، شوف بدأت الأسهم عندهم تتراجع شوية، وكل واحد يشيل الثاني. نحن دائما نحب في السينما أنه يكون هناك تنافس، يعني مفروض الثلاثة يتنافسون ضد بعض على أساس كل واحد يقدم أفضل ما عنده. وهذا اللي كان يحصل سواء على السينما الأمريكية وعلى السينما الهندية بوليوود سابقا. نحن شفنا هذا التعاون، شفنا أميتاب، شفنا دليب كومار، شفنا نجوم آخرين أيضا يكونون ضيوف شرف في أفلام أخرى، ولكن متنوعين مع عدة ناس، وليس الناس اللي هي تتصارع من أجل النجومية مع بعض. هني إن الخانات لما طاحوا بدوا يتعاونون مع بعض. أنا ما أريد واحد يترجم كلامي أو يأخذ جزء بسيط منه ويحرف الكلام، أنا أتكلم أنهم هم ما طاحوا، ولكن في تراجع، الوضع تغير، في تراجع. يعني في بعض الأحيان
سابقا لما كانوا شباب قبل 10 سنين 8 سنين ما كان يحتاج أي بطل منهم إن حد يتعاون معاه، ما كان يحتاج حتى يعمل دعايات كثيرة، لأن اسمه وشهرته وحبه للجمهور كانوا الناس يقول له. ولكن الآن تغير الوضع، وبالتالي أنا ضد هذه النظرية، نظرية التعاون الثلاثي بين المسلمين فقط. وروحنا نحن نعرف إن مدى كراهية الهندوس على المسلمين في كل شيء، وانتم عارفين خلال آخر 2-3 سنين حساسية جدا كبيرة أصبحت بينهم بعض، سواء في بوليوود أو خارج بوليوود. وبالتالي ملاحظتنا على هذه الجزئية، على موضوع التعاون الثلاثي بين الخانات، أنا أتمنى أن الموضوع يهدى شوية ويتراجعون على هذا الموضوع. يعني لو نذكر الأفلام، إن شاروخان ساعد سلمان خان في تيوب لايت، أيضا تيوب لايت ما نجح، فشل الفيلم. وحتى التعاون هذا الثلاثي معظم الأفلام قاعدة تفشل. وبعدين ياك سلمان خان أيضا ساعد شاروخان في فيلم زيرو، أيضا الفيلم فشل، فيلم زيرو. وبعد ياك شاروخان ساعد عامر خان في لاسن شدة، أيضا لاسن شدة وانتم عارفين ديزاستر، كارثة أيضا. والآن شاروخان قاعد يساعد كارن جوهر في برماشترا، ومن ثم راح يساعد سلمان خان في تايجر زندهاي، وسلمان خان راح يساعد شاروخان في فيلم باتان. يعني هذه العملية ما تركب، يعني سوري أنا أقولهم، يعني بصراحة أنا أتمنى هذا الاندفاع وهذه الخدمات اللي هم قاعدين يقدمونه أيضا يقدمونه للأفلام الأخرى، أساس تكون الموضوع فيها نوع من العدالة. ما يجون الناس يصطادون في الماء العكر ويقول لك هذيل شوف المسلمين هذيل بينهم بعض في تعاون، بينما السينما وفي الرياضة في كل مجالات لازم يكون هناك تنافس شريف وليس تعاون تحت الطاولة لخدمة كل بعض، لازم يكون تنافس شريف. هذيل الثلاثة أنا أتمنى أنهم يكونون خارج الشاشة أصدقاء، ولكن لما يكونون أمام الشاشة وفي الأفلام يكونون أعداء. ليش؟ لأن كل واحد يقول لك أنا أبغى أكون أفضل عن الثاني، وهذا راح يخدمهم وراح يخدم الجمهور وراح يخدمنا نحن لما نشاهد أفلامهم. أنا ضد هذه النظرية. وأيضا في نقطة جدا مهمة، حتى موضوع أن واحد يكون ضيف شرف، حتى وجودهم في الأفلام ما له معنى. يعني نحن قبل لما كنا نشاهد نجم يطلع ضيف شرف يفاجئ الجمهور، الجمهور استانس يتفاجأ بدخلته هذا بالستايل ماله، ويطلع في توقيت مناسب حتى الجمهور ما يعرف عنه. هذه كانت الإضافات لضيف الشرف، لما نجم يجيك ضيف شرف في الفيلم. أما الآن يجيك بشيء عادي جدا، يعني لما شفنا شاروخان في لالسن شدة يجي يعمل لك بهالطريقة، يعني يطلع لك بهالستايل، وسلمان خان يطلع لك هو يرقص في زيرو، وشاروخان يطلع لك هو في تيوب لايت أيضا في أغنية. يعني في أمور، يعني حتى التوظيف، خلنا نقول توظيف النجم الكبير لما يكون ضيف شرف، توظيفه في مشهد ما يليق بالمشاهد اللي هم فيها كنجوم. يعني هناك خطأين، التعاون نحن نختلف فيه، وأيضا الإضافة اللي يقدمها النجم الكبير لما يكون ضيف شرف. وأنا أقول أن أتمنى أن هذه العملية تتوقف، لأن بدأ الجمهور يتكلم في هذه الجزئية، لأن الهندوس بعدهم شوية كم واحد صاحي. لو صحوا بهذه العملية ويتكلمون عن العنصرية أنهم هم يشيلون بعض، راح يفتحون سبجكت موضوع كبير ويتغنون فيه لمدة سنين. ونتمنى ان هذه ظاهرة الخانات الثلاثة انهم يتعاونون مع بعض وكل واحد يشيل فيلم الاخر عن الاخر، اتمنى ان تتوقف هذه العملية لمصلحتهم اولا، ومن ثم لمصلحة السينما الهندية.